ويلكم باك أصدقائي وصديقاتي. بالنسبة للعباد اللي تحب تنفستي في الكريبتو موني، تحب تشارجي بينونس في تونس، فما مشكل كبير في الشراء ولا في البيمون الليني. الفيديو متاع اليوم حكيت سابق على بورت موني كيفاش تشري من البير تو بير متاع بينونس، وريت كيفاش تشري بوايز سكريل نتلر نفس الشركة بوبولير برشا في تونس. الفيديو متاع اليوم باش نوريك كيفاش نجم تشري من سكريل، تشري تشارجي الكونت بينونس نتاعك ومن بعد تشري اي عمله رقميه انت تحبها. نتبعوا الفيديو ستيب باي ستيب باش ما يصير لكش مشاكل، كيفاش طريقه الشراء، كيفاش حتى اذا مثلا عندك سولد في سكريل ما لقيتش كيفاش باش تبيعه، تنجم تبدله على بينونس يو اس دي تي وتبعث الكونت اخر ولا تبيعه يكون اسهل لك. دونك ما تنساوش اللايك وسبسكرايب، خلي لكم نمر الواتساب والانستغرام في اخر الفيديو. في الكا اذا واحد عنده سؤال ولا حاجه ما عندي حتى بروبليم، دونك نتعداو ديريكت للشرح ما نطولش عليكم. دونك كما اتفقنا اصدقائي سابقا، بالنسبه للشراء في تونس تنجم تشري كان من البير تو بير، معناها بيرسون تو بيرسون، البنك ديبوزيت والكريديت كارد ما تمشيش للاسف، الدوله نتاعنا محليها. دونك باش تمشي البير تو بير كالعاده باي، باش تخرج لك العمله فيات، معناها هي العمله تبنى عمله باش تشري سولون سولد اللي عندك بتبيع في سكريل ولا نتلر، هما نفس الشيء. مثلا عندك يورو ولا يو اس دي، انا عندي دولار دونك نختار يو اس دي اللي هذه العمله اللي احنا باش نشريو بها. بعد نختار واحنا البيمنت ميثود يعني طريقة الدفع اللي هي سكريل موني بوكر. بالنسبة للعباد اللي ما عندهاش ماهيش مسطابية البيمنت ميثود، تدخل لهنا جيست مور بيمنت ميثود، لهنا باش تخرج لك لي ميثود دو بيمون اللي انت تخلص عليهم على بينونس، باش تزيد ميثود جديدة تعمل اد بيمنت ميثود، تقدر تختار سكريل ولا نتلر، جيست تحط الايميل بتاعك والايميل يتسجل بطريقة اوتوماتيكية. دونك بالنسبة للفاز نتاع الشراء اللي هي باش نتعداو لها احنا ديريكت، لهنا باش يخرجوا لك لي زيكسشانجر العباد اللي باش تقبل من عندك سكريل وتعطيك في المقابل يو اس دي تي ولا بيتكوين على حسب انت شنو باش تشري. لهنا الليميت معناها من قداش لقداش يقبل عليك. طريقة الدفع بالطبيعة، ولهنا انت اذا باش تعدي الاوردر جيش تعمل باي يو اس دي تي. دونك انا باش نقولو باش نشري حكاية 190 حاجة كيما هكا، دونك الصراف الثاني انا ننطبق على الشروط نتاعو، جيش نعمل باي اي وان تو باي، مثلا انا نقولو باش نعطيه 195 دولار باش ناخو في مقابلها 184 يو اس دي تي، باش نعمل باي يو اس دي تي باش نمشي للفاز اللي انا باش نعدي الاوردر. لهنا باش نتعدى للفاز نتاع البيمون باش يخرج لي البيانات نتاع البائع، لهنا باش يخرج الشروط نتاعو. دونك احنا شحاشتنا حاشتنا بالايميل هذايا، لهنا هذايا هو يحكي على الشروط، حاط مثلا في الشات اذا تحب تحكي معاه واتساب ولا تحب تحكي معاه تيليجرام، هذا الكل ما يعنيناش. دونك عنا الايميل نتاعو اللي هو ذا راجي راجي درا شنو، باش نمشيو للسكريل باش نبعثوا له احنا 195 دولار في مقابله، هو باش يتاكد انه وصلوا البيمون نتاعو باش يصايب لنا اليو اس دي تي نتاعنا. دونك نمشيو للسكريل نعملوا ساند سكريل تو سكريل، من سكريل لسكريل باش تبعث، تحط الايميل اللي احنا كوبيناه سابق نتاع البائع، باش تختار العمله سولون بتبيع انت السولد اللي عندك، عندك يورو ولا دولار، انا عندي دولار. دونك بالفري بكل شيء 195 دولار عليهم فوقهم فري 3 دولار، نعمل كونفيرم. لهنا باش تطلب من عندي البين كود نتاع سكريل، مهم جدا انه متباسيتك ودنيتك الكل تكون حافظها. لهنا بعثنا الفلوس للبائع باش نمشيو نعملو ترانسفيرد، معناها احنا بعثنا نوتيفاي سيلر باش تجي هو نوتيفيكاسيون اللي انا خلصته. دونك شنو باش يصير توا، هو باش يتاكد انه الفلوس وصلت له، اول ما يشيك على السولد نتاعو في سكريل وصل له البيمون يصايب لنا اليو اس دي تي نتاعنا. دونك نستناو البائع. كما اتفقنا سابقا بعد ما البائع تاكد من انه الفلوس وصلت له، ديجا بعثت له انا سكرين شوت عملت ترانزاكسيون موافق للشروط، نشوفوا لهنا الاوردر كومبليتد، معناها وقبل الفلوس سي بون صايبنا الكريبتو نتاعنا. وين باش نلقاوهم؟ باش نلقاو الفلوس اللي احنا خذيناهم، باش نحلوا المحفظه نتاعنا، باش نمشيو الى محفظه فاوندينغ اللي تلقى فيها التعاملات نتاع البير تو بير. البير تو بير الكل يصير في المحفظه هذه. دونك احنا باش نعملو، باش نمشيو نعملو ترانسفير من فاوندينغ باش نعديهم الى فياتي سبوت اللي هي المحفظه الاساسيه نتاعنا، جست نعملو كونفيرم سي بون ترانسفير كومبليتد.
الفلوس تصبونا لهنا في المحفظه نتاعنا، اليو اس دي تي نتاعنا سي بون، تمت عمليه الشراء. نخليكم نمر الواتساب والانستغرام اذا تحبوا تتبعوا المحتوى التقني الكل، اغلبه بدلته على انستغرام اسهل في التسجيل نتاع الفيديو، بطبيعه تاخذ تليفون تك تك خير من اليوتيوب، يعني يستحق اكثر وقت. خليكم متابعين، تو يخرج لكم النمر نتاع الواتساب والانستغرام، تابعونا. ميرسي بوكو، ان شاء الله ما طولناش عليكم. أخبار، سياسة، تقنية، محتوى مختلف، بنظرة شبابية تونسية. عالم أميرة، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.